السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أهلا بكم. حياة الزغلول من عمر يوم، من أول يوم حتى قبل الفأس، نتباهى يوم بيوم حتى 30 يوم. النهاردة هو لسه بيضة، لسه ما فقسي، البيضة مكسورة اهو. البيض مكسورة اهو، لسه بيحاول يطلع، ونشوفهم حتى 30 يوم. كل يوم ناخد منهم لقطة ونشوف. الزغاليل فقست اليوم الأول من عمر الزغلول. اليوم الثاني في عمر الزغلول. اليوم الثالث من عمر الزغلول. اليوم الرابع اليوم الخامس اليوم السادس. اليوم السابع من عمر الزغلول.
اليوم الثامن من عمر الزغلول. اليوم الثامن هناتي فلاجيل او امرزول للزغلول لمدة 3 ايام، من الثامن والتاسع والعاشر، نص سنتي في فم الزغلول، نص سنتي. انا اللي عندي دلوقتي امرزول او اي مطهر معوي ينفع، انا هعطي نص سنتي بس لكل زغلول في الفم، تمام. اهو نص سنتي، ده سنتي ناتل، ده نص، واخو النص التاني نص سنتي تاني اهو، وناتي كمان التاسع والعاشر. اليوم التاسع ناتي نص سنتي في الجيل زغلول الاول، نص سنتي في الجيل، في اليوم العاشر من عمر الزغلول هنأتي نص سنتي فلاجيل، يبقى يعني اخر يوم هنأتي فيه فلاجيل للزغلول، خلاص يبقى هو هيكمل الشهر ما عدناش هنأتي خالص فلاجيل، عشان يا جماعة كتر الفلاجيل بيضر، زي ما بينفع كتره بيضر. نص سنتي كمان طالما هو في السن ده، ده اليوم العاشر، يبقى اعطينا الثامن والتاسع والعاشر. اهو النص سنتي، يعني ده سنتي، هنقتل كل واحد نص، ده نص، واخوه نص، تمام. اليوم الحادي عشر هنأتي الزغليل، ديكال ب12، نأتي سنتي في الفم لكل زغلول، بنعطيه كرافع مناعة بعد الفلاجيل وكفيتامين وقت التريش، هيساعد جدا الزغلول في وقت التريش اللي هو الوقت ده. هنعطي سنتي في الفم لمدة 3 ايام، يبقى اليوم ال11 وال12 وال13. اليوم الثاني عشر ديكال ب12 سنتي في فم الزغلول، نرجعهم لأهاليهم زي ما بنعمل كل يوم. اليوم الثالث عشر هنأتي برضو ديكال، اليوم الثالث عشر الديكال اخر مرة، هتبقى كده اعطينا 11 و12 و13، كل زغلول سنتي. هنأتي كل زغلول سنتي في الفم، تمام. هتلاحظ حضرتك احنا اعطينا يومين قبل كده فرق جدا في الريش، الزغلول بدأ ريشها يتظبط طبعا، ولسه هيجيب نتيجة بعد كده. نرجعهم لأهاليهم. اليوم الخامس عشر اليوم الثامن عشر اليوم العشرين خروج الزغاليل من عشهم، تصغير الأب والأم لهم. Thank you.
اليوم 28 من عمر الزغليل. طبعا هم خرجوا وبيعتمدوا على نفسهم دلوقتي. نكتفي بهذا القدر من الفيديو عشان الفيديو ما يطولش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.